السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اصدقائي المشاهدين متتبعي البي سبورتس، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، اهلا وسهلا الى قمة القمم، الى الطبق الرئيسي في كرة اوروبا، الى قمة دوري ابطال اوروبا، الى الشامبيونز ليج بالاديان، واول وابرز مكون فيها هو ريال مدريد صاحب ال 14 نجمة على القميص، والمان سيتي السيتيزنز اقوى فريق الان في اوروبا. المباراة المنتظرة جاء موعدها وحل ميعادها، 9 ماي مباراة رد الاعتبار للسيتيزنز في مباراة الثأر للريمونتادا، وكرة فيها حاجة للموسم الماضي. وبالنسبة للريال التأكيد على أن الفريق يتحول في دوري الأبطال وريال الشامبيونز، غير ريال الليغا وغير ريال الكوبا ديل ري. السيتي يلاحق الثلاثية الدوري والكأس والشامبيونز، والريال ثلاثية الموسم دخلت متحف الفريق وتاريخه السوبر الأوروبي في هلسنكي. صعبة هي لإرلينغ هالاند، هالاند يدخل وعطى استون فيلا، حط الكرة على الخط، يضرب غوندوغان، عرض يمشي بالكرة عن طريق غوندوغان، خطيرة للسيتي، صعبة البيئة. روديغير، ألابا، مودريتش، كروس، فالفيردي، رودريغو، فينيسيوس، وبنزيما حكم المباراة دياش من البرتغال. أول دقيقة أول لحظات يتكلم عن يتقدم الهجوم، السيتي خطير، التسديده الاولى والحارس في وقت الكلام عن الاهداف اوفسايد، الخطوره الاولى من السيتي. مانشستر سيتي بيولى الكرات، بيولى الغدرات، بيولى الضرب. ساندا فالفيردي يعديهم الاثنين، كره على اليسار خطيره بالراس، يضرب الكره القناص المنشنيق هالاند، وكره بالراس الى الحارس تيبو كورتوا. حال الدفاع على الإيطاليان، الطريقة الإيطالية، وتسديدة قوية من رودري، ويتصدى تيبو كورتوا في الدقيقة 13. هذا التأكيد الثاني على نوايا الهجوم لمانشستر، وهذا تقريب لتأكيد آخر واستنتاج رئيس أن السيتي مرشح على الورق، فماشي لا دفاعه. الكرة تمشي ممتازة، التقدم في الهجوم كافينجا، اش فما الحكم قال العب، الكرة ترجع مرة أخرى، يبدل الكرة رودري بمهارة، تمشي كرة جريليتش، 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 كارفاخال يرجع مع فولف، يدخل رودريجو بالمهارة، يلعب كرة خطيرة، جاب الكرة كريم. الملايين العاشقة للمدريد، ترجع كرة سهلة، ينطلق كانجي، كانجي جريليتش، جريليتش والعربة يعدي بالمرتاح، وفي خطأ وفي ورقة صفراء مستحقة على اللاعب كارفاخال. حكم يستناه يقف، الحكم يستنى آلامه حقيقة شيء آخر. يمشي بالكرة خطيرة وبنزيما جول في وقت الكلام على كريم. الريال يقول أنا موجود، الريال الهجومي يتكلم، الريال الأبيض يتلون، الريال الخطير عن طريق فيني. يمشي فينيسيوس جونيور، يغلط رودري، حط الكرة البرازيلي بنزيما، شوف طلبات، يغلط الفريق المانشستراوي، خطيرة كرة خط بورتوا. الآن اللعبة منحصرة أكثر في الوسط، يمشي بالكرة فينيح، بنزيما، 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 حط الكرة رودريجو، ولمسة يد على الفرنسي الجزائري كريم، لمسة يد على الكابيتانو بنزيما، خطير جدا هجوم كافينجا، كافينجا خطيرة جدا، خطيرة، والتسديد الجول، 1-0 للريال، 1-0 لمدريد، 1-0 لمدريد، لا يدمر الريال يا وين روني، لا يدمر الريال يا وين روني، المدمرة المدريدية تضرب الضربة الأولى عن طريق فينيسيوس. I just could own the sign and she bitch for me on line.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.